هل تعاطي طالبان مع إيران وتعاملها تعامل المضطر بحكم الجوار، أم أنها مقتنعة بأن إيران دولة صديقة يمكن أن تسهم في استقرار أفغانستان؟ نعم، الذي ينظر في تاريخ طالبان ويقارن بين طالبان الماضية وطالبان الحالية يرى ويلمس مدى تغيير حركة طالبان في أفكارها وفي سياساتها. فطالبان الحالية أدركت اللعبة السياسية في العالم كله، وأدركت تماما مدى أهمية دول الجوار في توطين الأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي في أفغانستان. لا نستطيع أن نقول أن طالبان هي مجبرة أم غير مجبرة، ولكن هي أدركت مدى أهمية استقرار الوضع السياسي لدول الجوار وما يعكسه على أمن أفغانستان. كما في المقابل أدركت دول الجوار والعالم كله أن تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في أفغانستان سيعكس سلبيا على دول الجوار والعالم والمنطقة. لذلك أنا أعتقد أن على العالم كله وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يفصل بين الأمور الإنسانية والأمور السياسية، وعليه أن يسارع بالاعتراف بحركة طالبان الحالية، لأنه في الحقيقة قد كان الاعتراف مسبقا حصل منذ جلوسهم على طاولة المفاوضات في الدوحة. جلوس الولايات المتحدة الأمريكية مع طالبان هذا نوع من الاعتراف، سواء أبدته أم لم تبديه علنا، وهذا نوع من أنواع الاعتراف. وأيضا جلوس طالبان مع حركة طالب مع الولايات المتحدة هذا نوع من أنواع التنازل.